استراتيجية الدولة المصرية للتعامل مع جميع الموانئ تهدف لجعل مصر مركزا مهما من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات، من خلال خلق محاور لوجستية واستغلال موقعنا الجغرافي الفريد عبر الاستفادة من 15 ميناء تجاريا على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة إلى قناة السويس. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده وزير النقل كامل الوزير للحديث عن التوقيع المبدئي لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة. حدد لينا رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي هدف استراتيجي كبير جدا، هو ان نجعل مصر مركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات. طب هنعملها ازاي دي؟ يبقى لازم نخلق محاور لوجستية ونستغل موقعنا الجغرافي الفريد. من جانبه اوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي انه تم التنسيق على مدار الفترة الماضية مع وزارة النقل لتخطيط كامل لكل الموانئ في إطار رؤية الدولة لكيفية إحداث التطوير المطلوب، بالإضافة إلى التوافق على إطار وشكل التنافسية والتكامل بين الموانئ. الوزارة المصرية ممثلة في كافة الجهات مسؤولة واخدة على نفسها عزل العهد انها بتطور الموانئ، بتنفذ بمعرفتها الارصفة، بتنفذ بمعرفتها المجرى المائي، وبعد كده بيتم التعاقد مع تحالفات مختلفة في كافة الموانئ لادارة هذه المحطات باشكال مختلفة. الدولة المصرية تعمل على استغلال الموقع الفريد للبلاد وتحقيق أقصى استفادة من الموانئ بعد تطويرها وتأهيلها من خلال إقامة أرصفة ومحطات بأعماق كبيرة تسمح بتراكي ودخول السفن بأكبر الحمولات، بالإضافة إلى ربط هذه الموانئ ببعضها بوسائل اتصال حديثة وسريعة. ولمناقشة موضوع تطوير الموانئ المصرية على أكثر من محور نرحب اليوم في هذه الحلقة بالدكتور محمد علي إبراهيم عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات سابقا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني في البداية لو تحدثنا حضرتك عن موضوع الموانئ المصرية، أهميتها وخاصة من ناحية الموقع الاستراتيجي للدولة طبعا ولهذه الموانئ، وأهميتها من ناحية التجارة والاستثمار على أكثر من محور. والحقيقة ان الموانئ المصرية بتعتبر يعني منفذ للاقتصاد المصري على العالم الخارجي، والحقيقة انه من غير موانئ ما تقدرش تعمل اي تنمية، ان هي يعني منفذ بتاعك للصادرات والواردات، والحقيقة ممكن تكون قاتلة للتنمية، لانه الموانئ النهاردة ما عدتش بس مجرد ربط بين البر والبحر، وانما اصبحت حلقة من حلقات النقل الدولي متعدد الوسائط، وايضا اصبحت موانئ لوجستيه بمعنى انها بتضيف قيم للبضائع الصادره والوارده، وده من شانه انه يعني يبقى في تجاره ترانزيت، عمليات تعبئه وتغليف، عمليات اعاده توزيع، كل ده بيعمل قيم مضافه وبيخلق فرص عمل وبيبقى مصدر للنقد الاجنبي. عايز اقول لسيادتك ان في دول اقتصادها قائم او عماد اقتصادها قائم على ميناء واحد. يعني ناخد مثلا مثال سنغافوره مثلا على سبيل المثال، لو بصيت لميناء دبي له مكانه كبيره في الاقتصاد الامارات، وبالتالي فاحنا ممكن لو احسن اهتمام بالمواني ممكن تكون قاطره للتنميه، ممكن تكون مصدر للدخل الاجنبي. وايضا من الناحيه الاستراتيجيه طبعا هي مصر موقعها المتميز والمتفرد يمكن استغلاله في انك تكون زي ما الدوله بتخطط النهارده ان نكون مركز تجاري ولوجستي عالمي. مساله اهتمام الدوله بالموانئ وتطويرها في هذا التوقيت الحالي يعني دلالة على حسن استغلال الأزمة العالمية بشكل إيجابي وذكاء فعلي من الدولة بالفعل لتعظيم الاستفادة من الموانئ. هو الحقيقة الفترة الحالية فترة جيدة للاستعداد لما هو قادم، لأنه زي ما حضرتك تفضلت إن في أزمات عالمية بدأت بجائحة كورونا، والنهاردة في موضوع الحرب الروسية الأوكرانية، ده غير شكل سلاسل الإمداد في العالم.
نعم. فسلاسل الإمداد فيها ارتباك منذ جائحة كورونا إلى الآن، وأيضا ما زال هذا الارتباك موجود، وأسعار حتى النوالين ارتفعت، وأماكن التوريد العالمية تغيرت، وبالتالي احنا بنعيد اكتشاف موقعنا الجغرافي واستغلاله بما يجعلنا في بؤرة الاهتمام العالمي في مجال اللوجستيات ومجال النقل. تطوير الموانئ المصرية يعني كان بعيد بشكل نسبي في السنوات الماضية عن اهتمام الدولة، أو كان التفكير فيها بشكل نمطي؟ تقريبا الحقيقة يعني احنا ماشيين بريتم كان بطيء شوية أو لا يتناسب مع احتياجات مصر من الموانئ. يعني عايز أقول لحضرتك إن احنا في الفترة من 2008 ل 2018 مصر زودت طاقة المواني في مجال تداول البضائع الصب بنسبة 27%، وفي مجال تداول الحاويات بنسبة 90%. طبعا ده نسبة يعتد بيها. لكن بص بقى الرؤية المستقبلية ايه. الرؤية المستقبلية من 2018 ل 2030 احنا عايزين نزود الطاقة من 170 مليون طن بضائع ل 370 مليون طن سنويا. وايضا احنا وصلنا حاليا الحاويات بتاعتنا بنتداول او الطاقه التصميميه 11 مليون حاويه، المستهدف ان احنا نوصلها 20 مليون حاويه. طيب ده طاقه ضخمه جدا وفتره وجيزه جدا عشان تعمل فيها هذه الانجازات. ممكن هنا واحد يسال سؤال مهم جدا، طب انا بتداول بضائع قد ايه؟ بالنسبه للقطاع البضائع العاديه تقريبا بيتداول 170 مليون طن اللي هي الطاقه التصميميه الحاليه، انا مستغل مواني بالكامل. طب في مجال الحاويات انا بستوعب 7.2 مليون حاويه في السنه. ال 7.2 مليون مش كلهم داخلين لمصر. 3.5 مليون حاويه دول هم حجم التجاره المصريه اللي داخلنا صدر وورد. ال 3.7 التانيين دول انا بستخدمهم فيما يسمى بتجاره ترانزيت. يعني محولة لدول أخرى. أنا محطة. طيب السؤال لما بنينا طاقات كبيرة، أنا بتكلم عندي 11 مليون حاوية ما استغلتهمش بوصلهم 20 مليون حاوية. الرؤية بقى إن ده يستغل في إن يتحول لمراكز لوجستية ونبقى محطة عبور رئيسية للعالم ونستغل ده، لأن ده من شأنه زي ما قلنا في المقدمة إن ده ممكن يزود فرص العمل، يزود الناتج القومي، يزود عائد الدولة من النقد الأجنبي. لو سمحت لي معنى تعبير مراكز لوجستية، لأن البعض يعني قد يغيب عنه هذا المفهوم. المركز اللوجستي هو مركز بيعمل قيمة مضافة للسلع اللي بتيجي عبر هذا المركز. القيمة المضافة معناها إن أنا لما باخد سلعة وأعيد تجزئتها مثلا وتوزيعها طبعا قيمتها بتزيد. لما باخد مثلا لو جالي عبوة شاي مثلا من دولة معينة وقعدت تعبئتها وتغليفتها اكيد تكلفتها هتختلف. لو خدت سلعة في وقت مثلا الانتاج بتاعها وخزنته لفترة اخرى ثم صدرته لدولة اخرى اكيد السعر بتاع بعد التخزين هيبقى مختلف. فانا في كل مرحلة من مراحل العمليات اللوجستية في بضيف قيمة لقيمة السلعة اللي بتتم تداولها. وده يعني الحقيقة لو اقول لحضرتك الدراسات الدوليه بتتكلم على انه اللوجستيات بتضيف حوالي 40% في بعض الدول خصوصا الناميه لقيمه السلعه. يعني قيمه تكلفه الانشطه اللوجستيه بتمثل 40% من تكلفه السلعه. يبين لحضرتك ده اهميه النشاط اللوجستي وازاي ان انا لو قدرته بكفاءه اقدر اخفض هذه التكلفه واقدر احقق عائد للدوله. نعم. بالنسبه لتطوير الموانئ المصريه حوالي 15 ميناء، يعني مساله التطوير هل تقتصر على البنيه الاساسيه، المنشات، المعدات المستخدمه، ام ما معنى تطوير يعني بشكل عام؟ هو الحقيقه يمكن ال 15 ميناء فيهم شغل على التوازي وفي اضافات في البنيه التحتيه وفي البنيه الفوقيه. البنيه التحتيه في يعني زي ابرز التطورات اللي حصلت، لو شفنا ان ميناء العين السخنه مثلا اضيف فيها 18 كيلو ارصفه جديده باعماق 18 متر، وطبعا يعني كم كبير جدا من الطاقات. الناحيه الثانيه في مثلا شرق بورسعيد، ميناء شرق بورسعيد تم اضافه 5 كيلو ارصفه جديده وبالتالي ايضا دي طاقات كبيره. في ميناء اسكندريه في رصيف للحاويات، رصيف متعدد الاغراض جديد، وايضا رصيف للحاويات متعدد الاغراض في السفاجه، في رصيف في ميناء دمياط للحاويات،
وبالتالي ففي تقريبا كل الموانئ المصريه فيها اضافات، بالاضافه ان احنا اضفنا مجموعه موانئ جديده للموانئ المصريه، منها ميناء ابي قير البحري لم يكن موجودا من قبل، وايضا ميناء جربوب وميناء برنيس، دي على سبيل المثال للحصر. فدي تطورات على مستوى البنيه التحتيه. الحقيقه الدوله توجهت الفتره اللي فاتت انها تعمل نوع من انواع الشراكات مع خطوط ملاحيه دوليه ومحطات اداره حاويات انها تدير هذه البنيه، انها تضيف بنيه فوقيه عشان تحسن الاداء وتستقطب عملاء لتشغيل هذه الطاقات. احنا قلنا الطاقات اللي احنا عملناها اكبر كثيرا من حجم الاقتصاد المصري صادر وورد، وبالتالي فكان المستهدف انها تحول لمركز لوجستي عالمي. فالطاقات دي عشان تستغلها تم التعاقد مع تحالفات دولية، يمكن تم توقيع امبارح اتفاقين، واحد في السخنة والآخر في الدخيلة، واللي بيدير هذا الكلام واحدة من كبريات المحطات الدولية في إدارة محطات الحاويات، وثلاث خطوط ملاحية دولية منهم واحد صيني واثنين أوروبيين. الخطوط الأوروبية دي من شأنها أنها تجيب السفن بتاعتها تراكم في هذه المواني، وبالتالي نعظم الاستفادة من البنية التحتية اللي احنا عملناها، واللي هيتكفل بالبنية الفوقية هي الشركة اللي هي هتقوم بالامتياز اللي حصلت على الامتياز بتاع إدارة المينائين في السخنة وفي الدخيلة. وبالتالي اعتقد ان ده توجه حميد، ويمكن ده بيرد جزئيا على فكرة ان احنا نبيع المواني ولا ما نبيعش. لا، ما نبيعش، احنا ممكن نجيب مشغلين يرفع كفاءة بعض الأماكن ويديرها، وإدارة مشتركة إن احنا عندنا البنية التحتية ونجيب حد يدير البنية الفوقية. لكن بيع ميناء أو موانئ يعني هو أساسا هل هو فكرة منطقية أو مقبولة؟ أعتقد يعني؟ أنها دي يعني كل الأعراف اللي أنا عارفها في المواني ما فيش حد بيبيع ميناء. ممكن أنك تجيب حد يشغل معاك، نعم، تتيح القطاع يدير الخاص. يعني لا، مش يدير المينا بالكامل، يدير محطات جوه المينا. المينا ادارتها وملكيتها لابد ان تكون في يد الدوله. نعم. اما عمليه التشغيل دي متروكه للقطاع الخاص سواء محلي او دولي، ووفقا للضوابط اللي انت حاططها عشان تعظم الاستفاده من الاستثمارات اللي انت عملتها كدوله يعني. فاعتقد انه ده توجه حميد ان احنا نلجا لهذه الشركات انها تنقل لنا خبرات وانها تضخ استثمارات في بنية فوقية، وأيضا تستقطب خطوط تجارة وتربطها بالموانئ المصرية، لأن ده من شأنه أنه يعزز ربط الموانئ المصرية بشبكات الملاحة الدولية والإقليمية. وطبعا زي ما حضرتك تفضلت إن احنا عملنا بنية تحتية في الموانئ، احنا محتاجين كمان بنية فوقية. أنا محتاج أحدث طرق التعامل مع البضائع، سرعة إنهاء الإجراءات، سرعة أو تقليل زمن بقاء السفينة في الميناء، كل دي إمكانيات لازم تعمل عشان المنظومة تكتمل. من ناحية تانية أحول المواني المصرية إلى مواني لوجستية، فأعتقد ده رؤية لازم تبقى موجودة، إن كل مش مجرد منفذ على العالم الخارجي، لا، البضائع اللي هتيجي لازم يكون ليها فيها قيمة مضافة تفتح لي مجالات عمل للناس وتجيب عائد بالنقد الأجنبي وأيضا تزود الناتج القومي. نعم. هل ترتبط مسألة تطوير الموانئ بإقامة مشروعات أخرى جانبية يعني تساند عمل الموانئ، وليكن مشروعات طرق، مواصلات متطورة، مطارات قريبة من الموانئ، وغيرها من مشروعات ضخمة؟ والحقيقة يمكن في طفرة غير مسبوقة في قطاع النقل بصفة عامة بكل وسائطه ووسائله. نعم. الحقيقة في تطور في قطاع الطرق، احنا في مصر يمكن أضيف 7000 كيلو طرق في الفترة الأخيرة، وكمان مؤشر جودة الطرق مصر تقدمت فيه من مركز 118 إلى مركز 28، يعني تحسن فيها 90 مركز مرة واحدة في خلال 8 سنوات، وده يعكس الجهد اللي اتعمل في مجال الطرق. السكة الحديد تم فيها تطوير كبير سواء في الوسائل القائمة في السكة الحديد وتحديث العربيات الموجودة وأيضا تحديث الإشارات وميكانتها، بالإضافة أن احنا بنعمل خط كهربائي سريع بيربط ما بين السخنة والعلمين مرورا طبعا بالدخيلة. الحقيقة ده اللي بيتم الآن، ده رويتر عبرت عنه بأنه قناة سويس جديدة تجري على قضبان.
نعم. لأنك أنت بتربط البحر الأبيض المتوسط ولكن بسكة حديد وده قطار كهربائي سريع. يعني إذا انتقلنا نقلة تانية بقى، المخطط الاستراتيجي للنقل القومي في مصر اللي عدته وكالة المعونة اليابانية، الحقيقة يمكن كان ليها شرف أن أنا شاركت في هذا المخطط، كان بيتكلم على حاجة اسمها البنانا كوريدور اللي هي بتربط من السخنة للبحر المتوسط في الإسكندرية، وبالتالي كأن هو عايز يعمل ربط بري بين سخنة والبحر المتوسط، وبالتالي كده احنا كأن في قناة سويس، بهدف ان يبقى في مراكز لوجستية في الطريق. هو كان مخطط في هذا المخطط ان وده بيجري تنفيذه الان على الارض زي ما حضرتك بتقول، ايه اللي بيحصل في كافة قطاعات النقل البحري والقطاع النقل في مصر. عندنا في العاشر من رمضان في ميناء جاف ومركز لوجستي بيتم انشاؤه، وايضا في منطقة اكتوبر ميناء جاف ومركز لوجستي، في منطقة السادات في ميناء جاف بيجري انشاؤه. نعم. انعكاسات كل ذلك على مسألة التجارة والنقل ما هي؟ هو النهاردة انك انت اولا كتجارة دولية حضرتك بتأكد موقع مصر كمركز لوجستي اقليمي وعالمي، وايضا انت بتحسن فرص الاستثمار في التجارة والنقل جوه مصر. بمعنى النهاردة لما بيكون عندي مراكز لوجستية متعددة، القطار الكهربائي السريع سيمر بهذه المناطق او قريبا منها، وبالتالي فانت عندك امكانيات توزيع سهلة في للداخل في مصر من التجارة الدولية. يعني ممكن المصانع الموجودة في اكتوبر او في العاشر تقدر تصدر بسهولة من خلال المراكز اللوجستية. وايضا لكن هل ستكون لها تأثيرات ايجابية بالنسبة لاسعار السلع والبضائع؟ بالتأكيد. انا لسه بقول لحضرتك ان تكلفة النقل في تكلفة اللوجستيات من اجمالي تكلفة السلع في الدول النامية بتصل ل 40%. طب في الدول المتقدمة كام؟ من 8 إلى 11. فأنا لو أدرت منظومة اللوجستيات بكفاءة ده هينعكس إيجابا على خفض تكلفة السلع في مصر، وأنا أعتقد أن ده توجه لازم نتبناه في مصر، لأن كل السياسات المالية والنقدية اللي بنعملها عشان نخفض التضخم مش هتخفض هذه النسبة بالتأكيد. لكن أنا لو أحكمت السيطرة على المنظومة اللوجستية من شأنني ممكن يقلل ثمن السلع تأثير جيد، وده بيدي كمان قدرة تنافسية للصادرات المصرية. لكن اسمح لي، هو سؤال يعني ما أقصده تحديدا، تكلفة هذه المشروعات الضخمة لن يتم تحملها على المصانع والشركات فيما بعد حتى ولو على المدى الطويل، وبالتالي تظل أسعار السلع في ارتفاع؟ هذه المشروعات هي نفسها مش لأن هذه المشروعات ليست مجانا، يعني ما هي مش مجانية، لكنها زي ما اتفقنا ان اللوجستيات هي ان صناعة القيمة المضافة. انا جوه المركز اللوجستي انا بضيف قيمة، انا لما بحط البضائع في الميناء الجاف انا هذه المشروعات يعني تكلفت مليارات بالتأكيد، وزي ما حضرتك تفضلت ما هيش مجانية، لكنها هي مشروعات إنتاجية. بمعنى انا لما باخد لها عائد على المدى الطويل، يعني حضرتك تقصد وحتى بمجرد انشائها النهاردة انا لما بعمل ميناء جاف معناها ايه؟ معناها ان انا ما بخليش بضائع تبقى موجودة في البضائع في الميناء البحري، ما خزناش، لان النهاردة لما البضائع تتكدس في الميناء البحري ده تكلفة على السلعة، وبتحملها المستهلك وتحملها المنتج والمستورد، كل ده تكلفه وعبء على الاقتصاد القومي، بعضهم بتدفع بالدولار والنقل الاجنبي لاصحاب السفن. فانا لما بسحب البضائع مباشره من الميناء البحري واوديها ميناء جاف، فانا قللت التكلفه في الميناء البحري، وفي نفس الوقت مش مضطر اعمل استثمارات جديده في الميناء البحري عشان اتوسع عشان امنع تكدس، وبالتالي بساعد في سرعه التجاره، وسرعه التجاره معناها تقليل تكلفه التجاره. نعم. اللي هذا اسال حضرتك عن محور تنميه قناه السويس، مساله تطوير هذا المحور والاستفاده منه سواء بشكل مادي او في الموضوعات اللوجستيه وغيرها، ما هي اوجه الاستفاده والمشروعات التي حضرتك طبعا اكيد شاركت فيها او الخطط الخاصه بمحور تنميه القناه من ناحيه انشاء الموانئ، النقاط اللوجستيه وغيرها من المشروعات؟ هو الحقيقة منطقة قناة السويس هي في تقديري هي الأمل في نهضة الاقتصاد المصري، يعني من كبوته اللي أثرت عليها الظروف اللي احنا بنعيشها النهاردة من جائحة كورونا، تضخم العالمي لحرب روسية أوكرانية وما يستجد ومستجدات دولية بتأثر علينا. أعتقد أنه المنطقة الاقتصادية فيها إمكانية أن تحول مصر بالفعل لمركز تجاري ولوجستي عالمي وصناعي أيضا،
لأنه في مجالات للتصنيع في هذا المجال، وكونها منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة معناها أنها مفتوحة للاستثمار. المهم أن احنا نقدر نروجها بشكل جيد ونقدر نقدمها للعالم على انها مكان للتصنيع ومكان للوجستيات، لانها ممكن تقدم لوجستيات لخدمه التجاره العابره، ممكن تقدم لوجستيات لخدمه السفن اللي بتمر من القناه، وايضا ممكن تقدم لوجستيات للصناعات اللي هتتوطن في منطقه قناه السويس. وممكن تسويقها بان انت المشروعات اللي هتتعمل في المنطقه الاقتصاديه قناه السويس سوف تدخل سوق كبرى والسوق الافريقيه اللي احنا داخلين في الكماسة، وايضا في السوق العربية الحرة الكبرى هنخش كصادرات بدون جمارك، لانك بتصنع في دولة منضمة لتكتلات افريقية وتكتلات عربية، وبالتالي فانا عندي سوق ضخم جدا ممكن اسوق فيه. واللي يهم المستثمر تواجد السوق، مش مهم الضريبة عنده، مهم ان هو عنده سوق كبير يقدر يبيع فيه. فاعتقد المنطقة الاقتصادية ممكن تضيف كتير لمصر لو احسن ادارتها، واحنا متفائلين خير ان في قيادات جديده قد تكون عليها ده الخير ان شاء الله. لذا اسال حضرتك عن نوعيه هذه المشروعات، ما هي نوعها؟ يعني صناعيه فقط ام زراعيه؟ ما هي نوع، ما مواصفاتها او اهم ملامحها؟ الحقيقه يمكن لسه احد المشروعات الجديده اللي بتتعمل دلوقتي في القناه انتاج الهيدروجين الاخضر، وتم بالفعل التعاقد مع احد الشركات الدوليه انه الانتاج كميات كبيره من الهيدروجين الاخضر، وده معناه ان انا هقدر اعمل تموينات للسفن اللي بتمر من القناه بطاقات جديده ونظيفه، وطبعا ده طاقه نظيفه وايضا عملوا مصنع جديد للالياف الضوئيه، وفي ايضا صناعه بتوطن هناك شركه لانتاج عربات السكه الحديد، وايضا في مناطق صناعيه اخرى لتوطين التكنولوجيا الراقيه في الاسماعيليه. ففي مجموعه من الصناعات، يعني من لي هي صناعات. انا شايف ان كمان المنطقه الاقتصاديه دي ممكن تكون بتدعم القدره التنافسيه لقناه السويس. ليه؟ الصناعات اللي ممكن تقوم في هذه المنطقه هتجيب مواد اوليه منين؟ من الخارج، هتمر عبر القناه. نعم. وفي نفس الوقت هتصدر للخارج عبر يعني القناه. يعني مرتبطه اساسا بموقع القناه. هي اختيارها كان اختيار عبقري، ان انت ده يعني في تكامل كبير ما بين المنطقه الاقتصاديه وقناه السويس. وزي ما قلنا في البدايه ان في ست مواني تتبع المنطقه الاقتصاديه في منطقه قناه السويس، ثلاثه منهم على البحر المتوسط وثلاثه على البحر الاحمر. فدول بيدعموا وجود المنطقه الاقتصاديه. لهذا أسأل حضرتك بالنسبة للموانئ المصرية وموقع القناة تحديدا، بالنسبة لمصر ما هي أهمية الموانئ؟ هل القائمة على البحر المتوسط بشكل أكبر أم الموجودة في البحر الأحمر؟ هو الحقيقة الموقع الفريد لمصر أنك عندك البحر الأحمر والبحر المتوسط، وأن احنا النهاردة وجود قناة السويس ووجود الشريان السككي الجديد والطرق الممتدة بين الاثنين بيخلي في ربط وتكامل ما بين مواني البحر الاحمر ومواني البحر المتوسط في مصر، وبالتالي فانت موقعك بتستفيد منه اكبر استفاده ممكنه، عملت تكامل بين مواني البحر المتوسط ومواني البحر الاحمر، وبالتالي فانت فعلا محور للتجاره العالميه. نعم. يعني استغلالك لهذا الموقع هو اللي بيخلي، وبعدين عندك مراكز لوجستيه في النص، في ده كله بيأكد أهمية استغلالك لهذا الموقع. لكن هل الموانئ الموجودة على البحر الأحمر تحقق عائد أعلى من نظرتها على البحر المتوسط باعتبار موقعها يعني مرتبط بالبحر والقناة على خط واحد؟ القناة داخلها مستقلة عن داخل المواني. وأنا في تقديري أن إلى الآن مصر ما تحققه من المواني أقل كثيرا مما يجب أن تحققه. يعني مصر تستطيع أنها باستغلالها الموقع المتميز واستغلال المشروعات الجديده اللي احنا عملناها مضاعفه ما نتقاضاه من رسوم في المواني او ايرادات، بلاش مش هنضل. لماذا هي اقل يعني؟ الحقيقه لاسباب كثيره، التطوير اللي كان موجود قبل كده ما كانش كفايه، كان السفن اللي بتتراكب بتاخد وقت طويل عشان تبدا تنجزها، وكان ما فيش مراكز لوجستيه جوه المينا، كان كلها عمليات انها تخزين، ومينا ما كانش يعني واصله في بطريق نقل الدول المتعدد الوسائط. النهارده وصلت المينا بالطرق وبالسكه الحديد بيمكنها انها تكون واصله حقيقيه من وصلات النقل الدول المتعدد الوسائط. الاهداف اللي تفضلت حضرتك بشرحها، وعفوا المقاطعه طبعا لكن الوقت ادهمنا، يعني الاهداف التي تفضلت بطرحها وشرحها
من المنتظر أو المأمول أن تتحقق في كم سنة يعني؟ على مدى قصير وليكن مثلا 3 سنوات؟ اعتقد انه ان شاء الله يعني بمجرد ما احنا ضخينا استثمارات وجبنا استثمارات تم تنفيذها على مدار فتره يمكن على مدار 8 سنوات، لكن احنا بنتكلم ان احنا النهارده في بدا استغلال فعلي لهذه الطاقات في شركتين نقله نوعيه يعني بالظبط، في شركتين تعاقدوا بالفعل على اداره محطتين، وده تفعيل لبنانا كوريدور اللي احنا كنا بنتكلم عنه. يعني في مركز لوجيستي فعلا بيتم على أرض مصر والاستفادة من خبرات عربية وأجنبية بالتأكيد. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور محمد علي إبراهيم عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات السابق. شكرا جزيلا لحضرتك. أشكرك أنا وزارة. هكذا مشاهدينا وصلنا معا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من القاهرة، حتى نلتقي في حلقات أخرى قادمة. إلى اللقاء.